وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم، مشيرا إلى تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف كتمويل إضافي. جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. فقد وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم والبناء على النجاحات التي تحققت على مدار الأعوام السابقة، وعلى رأسها زيادة المنشآت المخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم النقدي واستمرار عمليات توظيفهم في الجهات الحكومية بما في ذلك الوظائف القيادية، فضلاً عن صدور القانون الخاص بدعم الصندوق قادرون باختلاف اللي احنا حطينا دلوقتي فيه الرقم اللي اول دولة الرئيس قال لنا عليه اللي هم 10 مليار ان شاء الله.